فمع بداية الشوط الثاني من مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي كأس إسبانيا، واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل كان عندما قام التركي أردا توران لاعب أتلتيكو مدريد بخلع حذائه وقذفه باتجاه حكم الراية. صح جوزيف، وأعرب بذلك عن إشيائه من رفض حكم الساحة احتساب خطأ، الأمر الذي أدى إلى حصول اللاعب على البطاقة الصفراء. وهنا نرى الحكم يشر البطاقة الصفراء في وجه التركي، وفي ظل تخوف من إيقافه لثلاثة أشهر لم يعاقبه الاتحاد الإسباني لأنه تقرير الحكم لم يسرد الحادثة، واحتفل مع زملائه بعيده الـ28 بقالب حلوى على شكل حذاء كمان. والبعض من يذكر برسوم كاريكاتورية عن طريقة رمي حذاء على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وطبعا صار في عدة رسوم احتفت بهذا الحدث، رمي الحذاء لأردا توران. صحيح جوزيف، صحيح.